السلام عليكم إخواني الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم إن شاء الله معنا منصة صادقة مع إثبات سحب بطريقة مجانية، يعني بدون إيداعات. إخواني الكرام، راح نشوفوا كل شيء أمامكم وراح نعطيكم جميع المعلومات الخاصة بهذا المنصة. فقط خوتي العزاز، تقديرا لهذا التعب، ما تنسونيش خوتي العزاز بجام لهذا الفيديو وبرتاج حتى يستفيد الجميع. خوتي العزاز، هاد المنصة رسلها لي واحد من الأقرباء تاعي، يعني واحد من لافامي تاعي، قال لي بلي هاد المنصة راني نخدم عليها وتبان صادقة. أنا واش درت خوتي العزاز، رحت نسكريت حساب بالكود تاعو وراني نخدم. من بعد هو كي حب يسحب، يعني ما عندوش طريقة يسحب عليها، ما عندوش محافظ، ما يعرفش يخربط في المحافظ وكيفاش يفتح كل شيء، ولا ما حابش يكسر راسه، قال لي عطيني عنوان تاعك باش نسحب عليه ونتأكدو. أيام من بعد أنا خوتي العزاز مديت له عنوان تاعي، وبالفعل وصلني السحب من المنصة، وهو كان عمل بطريقة مجانية، وكل شيء راح نشوفه الآن بالإثبات. شوفوا خوتي العزاز، هذا هو الميساج اللي دار بيني وبينه، يعني باش تشوفوا كل شيء بالإثبات، هكذا باش تكون خوتي العزاز المصداقية كبيرة. شوفوا خوتي العزاز، هاي وينية بدأت من هنا. اللي قال لي ها هو الانفيتاسيو كود تاعو، باش نكتب الانفيتاسيو كود تاعو. هذاك النهار انا كنت يعني ما كنتش في الاستوديو، كنت خوتي العزاز في الطريق، قلت له كي نوصل للدار ان شاء الله نفرزوها. من بعد هو خوتي العزاز عمل على المنصه كلش، كي حب يسحب ما عندوش عنوان يسحب عليه، قال لي عيط لي بار تليفون، قال لي ارسل لي عنوان تاعك، رسلته له هنايا في الميسنجر. كما راكم تشوفوا خوتي العزاز، هنا كان كتب العنوان تاعي هنا. من بعد قلت له دير السحب، فوالا كان عنده 307 دولار. من بعد خوتي العزاز دار هنا عنوان تاعي كما قلنا، وهنا قلت له كتب الكميه ودير السحب. دار الكميه، هاي وشوفوا وجهته خوتي العزاز. هنينا لقد تلقينا طلب السحب 6 دولارات امريكيه، وسوف نتحقق من عنوان محفظتك ونوصل اموالك في غضون 72 ساعه. ولكن ما كملش 72 ساعه، حوالي 24 ساعه فقط. شوفوا معايا هنا، قلت له انا اوكي كاش ما يكون ان شاء الله راني نخبر، قال لي داكور من كلش. من بعد انا خوتي العزاز كنت مريح قبيله، وصلتني 40 تي ار اكس. من بعد هو تواصل معايا هنا، عرفتها بلي تاعو، قال لي هلا منا كل شيء صافا الحمد لله لاباس. من بعد وصلنا هنا، قال لي شوف واش وصلني هذا الميساج. دخلت الميساج، شوفوا خوتي العزاز، تهانينا يور ويدراول بروسيس از سكسس، تم تلقي السحب الخاص بك بنجاح. قالوا له هنا ارسلنا لك 60 تي ار اكس 6 اي اس تي تي والرسوم المعامله اللي هي 2 دولار، يعني توصلك قالوا له 4 اي اس تي 4 دولار اللي هي 40 تي ار اكس. من بعد انا عاود فيريفيت خوتي العزاز، وتاكدت باللي 40 تي ار اكس اللي وصلت هي تاعو، ومن ظهرت صادقه، يعني شفتي كل شيء قدامكم هكذا، باش واحد ما يقول لي راك داير اعلان، لانه خوتي العزاز دوك يجيو ناس بزاف يقول لك راك داير اعلان. يا خوتي والله 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 ثلاث مرات المنصه راهي صادقه حاليا، راني نقول حاليا، وهذا لافامي تاعي يعني مون كوزا راهو خدم عليها بالطريقه المجانيه وراهو سحب، ولكن كاين واحد الشروط حبيت اني نوضحها لكم في هذا الفيديو، لهذا تبعوا معايا خوتي العزاز. شوفوا معايا هنا 40 تي ار اكس، الان تجو الى المحفظه تاعي في الباير، هاي ويني، يعني باش تشوفوا كل شيء بعينيكم. نجيو هنا الاستوري، شوفوا معايا هاي ويني خوتي العزاز، 40 تي ار اكس وصلت في نفس النهار، هاي ويني، يعني باش تشوفوا بلي المنصة صديقة. كون نروحوا لهنا البالونس راهي 3.27 دولار خوتي العزاز، يعني 40 تي ار اكس راهي 3.27 دولار. اوكي، الان خوتي العزاز تاكدتوا باللي المنصه دفعت له وخدم بطريقه مجانيه وسحب بطريقه مجانيه. ناتي درك كيفاش نخدموا عليها وكيفاش نسحبوا عليها. اول حاجه راح نخلي لكم رابط التسجيل اسفل هذا الفيديو كالعاده في صندوق الوصف او في اول تعليق. بعد ما تكليكيو عليه اخواني الكرام راح يوجهكم الى هذه الواجهه. ركز معايا اخويا العزيز اختي العزيزه، هنا في اليوزر نيم اسم المستخدم، تكتب على سبيل المثال الاسم تاعك معه رقم بدون ترك مسافه، على سبيل المثال حسام فنتيا، تكتب احمد ساز، تكتب اي حاجه، المهم اسم مع رقم. وتقدر ايضا انك تكتب اسم بدون ارقام، ولكن باللغه اللاتينيه، يعني ماشي باللغه العربيه، تكتبه باللغه الانجليزيه. اوكي، هنا تكتب الايميل تاعك، من هنا تحدد الدوله الخاصه بك، من هنا تكتب كلمه السر، وهنا خوتي العزيز انفيت كود، يعني كود الدعوه، شكون الشخص اللي دعاك ولا اللي عرفك على هذه المنصه. راح نخلي لكم الكود تاعي اسفل هذا الفيديو، ولا راح نخلي لكم ايضا ظاهر هنا في الشاشه. اللي بغى انه يدعمني يكتب هذا الكود بارك الله فيه، اللي بغى انه يكتب كود تاع صديق عنده ماشي مشكل خوتي العزاز، هذه حريه تاعك التامه. اوكي، بعد ما تكتب هذه المعلومات كامل تكليكي على ساين اب من هنا. بعدها مباشره خوتي العزاز راح يكون عندك حساب
مباشرة، راح تأتي إلى لوجين من هنا وتقوم بإدخال معلومات الخاصة بك هنا إخواني الكرام، اليوزر نيم، اسم المستخدم وكلمة السر. هنا تكتب فيريفيكاسيون كود، وهو هذا الكود اللي ظهر لك هنا في الشاشة. على سبيل المثال هنا خوتي العزاز راح نكتبوا دي صغيرة U X A J E F بهذا الشكل، نكليكيو على لوجين. الكود خوتي العزاز غلطنا فيه، راح نبدلو الكود. هذا الكود خوتي العزاز الصحيح، راح تفتح معكم واجهة بهذا الشكل إخواني الكرام. بالنسبة لهذا $60 راهو فهمني فيها، قال لي سهلة مهلة خوتي العزاز باش تكسبها واش دير. فقط واش دير خوتي العزاز، تكليكي على شير من هنا، شير هكذا، راح تدير بوست، راح تنشرو هكذا خوتي، راح تنشرو بهذه الطريقة. بعد ما تنشرو خوتي العزاز راح تكليكي على شاك إت من هنا، يقول لك هنا دير الرابط تاع المنشور اللي نشرتيه وحط هنا الصورة، يعني كابتي ديكرود هذاك المنشور. نرجعو خوتي العزاز للفيسبوك بهذا الشكل، دقيقة فقط، نروحو للفيسبوك ديريكتومون خوتي، يعني كل شيء راهو قدامكم باش هكذا تعرفوا تخدموا على المنصة خوتي العزاز. نجيو لهنا فوالا، واش نديرو؟ راح نديرو خوتي كابتير هنايا هكذا، كابتير، راح نديو خوتي العزاز الرابط من هنا، كوبي لينك في الأسفل، أوكي. الآن واش دير؟ راح دير اللينك هنا، والصورة خوتي العزاز راح تكليكي على تشوز فايل ودير الصورة. أنا راح نكوبي الفيديو باسكو كاين صور شخصية ونرجع لك. سيبو خوتي العزاز، ديرت الصورة هنا وديرت الرابط هنا، من بعد نكليكو على سبميت. هذه الخطوة الأولى اللي ديروها خوتي العزاز كما راكم تشوفوا هنايا دون. الآن بعد المراجعة إن شاء الله كما قلنا لكم راح نضيفو لنا الأرباح تاعنا. كي تسجلوا أيضا راح تلقاو عندكم $35 تبداو بها ديريكتومون، ولكن غير قابلة للسحب. تبعوا معايا كيفاش تسحبوا. أول حاجة طريقة الخدمة في هذه المنصة كيفاش راح تكون، راح نجيو لهنايا كما راكم تشوفوا هنا كاين خطط. نتوما راح نمدو لكم خطة مجانية اعملوا عليها في اي بي واحد، ما ننصح حتى واحد انه يعمل بالطريقة المدفوعة، ما ننصح حتى شخص انه يدير استثمار. انا واحد من الناس راني نعمل على الطريقة المجانية، وهذا الشخص اللي يرسل لي الموقع راهو يعمل على الطريقة المجانية وراهو سحب بالطريقة المجانية. صح باللي كاين قوانين باش تسحب بالطريقة المجانية، ولكن قوانين سهلة ودرك نقولها لكم خوتي العزاز. طريقة العمل كيفاش راح تكون، راح تكليكيو هنايا وكما راكم تشوفوا خوتي العزاز هنا في الشاشة الان، يوميا عندكم 50 طلب، 50 مهمة. واش ديروا؟ تكليكوا فقط هكذا، بعد ما تكمل هنا 100 تكليكي فقط اوكي وصيبوا هذا ما كان. بهذه الطريقه راح تجمع الارباح تاعك. صيبوا كملت 100 تكليكي كونفيرم هكذا، بقات لنا 49. بنفس الطريقه نكليكيو خوتي العزاز من هنا، تكمل 100 نكليكي كونفيرم، وهي هكا شوفوا معايا كونفيرم. هنا راح نربحوا $0.389 كونفيرم هكذا. ديجا اليوم رانا رابحين $0.81. البارح خوتي العزاز كما راكم تشوفوا هنا ربح $19.60. يعني بهذه الطريقه، بهذه الطريقه عندك 50 طلب يوميا تنفذها راح تجمع ارباح، يعني في اليوم تجمع حوالي $19. شوفوا معي على سبيل المثال هذه المهمه نربح عليها $0.44 كونفيرم هكذا، يعني بعد تنفيذ 3 مهمات فقط، فينيش توداي 3 مهمات ربحت $1.25. بهذه الطريقه خوتي العزاز كي توصل $200 تقدر تسحب، توصل $200 تقدر تسحب. انا الان راني عندي $169، بعد ما نوصل $200 نقدر نسحب خوتي العزاز. اذا طريقه التجميع راح تجمع من المهمات. الطريقه الثانيه وهي عن طريق كود الاحاله ولا رابط الدعوه الخاص بك، راح تشارك الرابط تاعك ولا الكود تاعك مع اصدقائك. كل ما سجلوا من عندك وعملوا لمده 5 ايام، ركزوا معايا، الشخص اللي سجل من عندك لازم يعمل 5 ايام في الموقع، بعد ما يعمل 5 ايام راح تربح انت $15. شوفوا معايا هنايا انفيت او فريند ان جيت 15 ESD each after 5 days of working، يعني بعد ما يعمل الشخص اللي دعيتيه 5 ايام مورا بعضها، يعني 5 ايام الاولين راح تربح $15. باش تنفيتي صديقك راح تجي لهنا انفيت فريند، وراح تلقى هنا الكود تاعك. ها وين الكود تاعك؟ هذا الكود شاركه مع اصدقائك، يعني كل شخص عنده كود خاص به شاركه مع اصدقائك، ولا في جروبات الربح من الانترنت على مواقع التواصل الاجتماعي اخواني الكرام. كل شخص يسجل من عندك ويعمل لمدة 5 ايام راح تربح $15 على كل شخص. استغلوا الفرصة بما انه الطريقة راهي مجانية. بعد ما توصل $200 خويا العزيز اختي العزيزة واش دير؟
راح تأتي إلى السحب، تأتي إلى هنا إلى البروفيل الخاص بك، تكليكي على withdrawal من هنا، وراح تدير هنا عنوان الـ ESDT الخاص بك. طبعا راح تضيفه خاوتي العزاز، بعد ما تجي هنا راح تلقاها فارغة، راح تضيف فقط العنوان تاعك، وراح تكتب هنا شحال تسحب. المرحلة اللي قالها لي الشخص اللي بعت لي الموقع خاوتي العزاز، قال لي أنه في الطريقة المجانية بعد ما توصل طبعا للحد الأدنى واللي هو 200 دولار، في الطريقة المجانية تقدر تسحب فقط 8% من الأرباح اللي عندك. يعني مثلا بعد ما توصل 200 دولار 8% اللي هي 16 دولار، وراح يديو معك رسوم بحوالي 2 دولار ولا راح توصلك 14 دولار. هذا السيد اللي بعت لي الموقع غلط خاوتي العزاز، اسحب فقط 6 دولار. والغلطة هذه واش كلفتو؟ كلفتو انه ما يقدرش يزيد يسحب، لانه في الخطة المجانية اقل شيء تقدر تسحبه وهو 8%، وباش تسحب لازمك توصل 200 دولار. وبزيادة خاوتي العزاز تقدر تسحب مرة واحدة فقط في الخطة المجانية. يعني واش حاب نقول لكم خاوتي العزاز، تقدر انك توصل 200 دولار تسحب راح توصل ب 16 دولار او 14 دولار. تقدر انك تجمع مبلغ اكثر من 200 اس دي باش كي يسحبوا لك 8% راح توصل مبلغ اكثر، ولكن ما نضمنلكش انه المنصه راح تطول بزاف. لهذا دوك نتاو كيفاش، يعني دوك نتاو كيفاش وقناعتك. اذا قنع ب 16 دولار ولا 14 دولار بطريقه مجانيه كي توصل 200 اسحب، اذا ما قناش حاب تجيب مبالغ اكثر قادر تطمع ويغلق المنصه وتغلق المنصه عفوا. لهذا كل شخص وكيفاش. انا بعد ما نوصل 200 دولار راح نسحب خاوتي العزاز، تكفيني 14 دولار بطريقه مجانيه. والشخص هذا اللي وصل لي المنصه قال لي راني فاتح حسابين من نفس التليفون، دونك من الحساب الاول راه وصلوا السحب، من الحساب الثاني مازال ما جربش يسحب. دونك اسكو يفيقولوا باللي راه خادم بحسابين ولا ما يفيقولوش؟ هذيك ما على باليش بها لانه هذيك مازال ما جربهاش. ليسونسيال الحساب الاول تاعو سحب منه وكان سحب على عنوان اي سي تي الخاص بيا ووصلوا السحب. هذه باش نكونوا في الصوره، اللي هذا المنصه صديقه فقط تخدموا بالطريقه المجانيه، عملوا على تنفيذ المهام، حاولوا تبارطاجيو الكود تاعكم مع اصدقائكم وخدموا خاوتي العزاز. كي توصلوا 200 دولار اسحبوا. حاليا راهي تسحب هذه المنصه وماهيش مشروحه بكثره في القنوات العربيه، استغلوها خاوتي العزاز وسحبوا بالطريقه المجانيه. واذا حتى طلب منكم ايداع يعني في المستقبل وداروا قوانين جديده واحد ما يدير ايداع. هذه هي طريقه الربح من المنصه بكل بساطه وبكل سهوله اخواني الكرام. قلنا كاين شروط، وهي انه تقدر تسحب فقط 8% بالطريقه المجانيه، الحد الادنى اللي تسحبه هو من 200 وطلع. وايضا خاوتي راح تقدر انك تكسب حوالي 17 18 دولار يوميا بزياده اذا ام في تي تي اشخاص، اذا هذاك الشخص عمل 5 ايام راح تربح 15 دولار، بزياده اذا بارطاجيت المنصه في الفيسبوك الخاص بك راح تربح 60 دولار. انا نظن انه تقدر تجمع 200 دولار يعني توصل الى الحد الادنى للسحب في ظرف قصير ان شاء الله جدا جدا. لهذا استغلوا المنصه. انا كنت نستنى باش نكونفيرمي بلي راهي صادقه وظهرت صادقه، تقدر انك تعمل عليها بطريقه مجانيه وتسحب. كان هذا هو الفيديو، ما تنساوناش بجمع هذا الفيديو. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.